قبرت. اه بالظبط كده. انت تجربتك دي حاسه بيها ايه؟ حاسه النجاح؟ مبسوطه بيها جدا طبعا. وهي يعني مريم في الراديو غير مريم في التلفزيون، لانه في الراديو اتس حاجه كده لينك جميل جدا بيني وبين الناس. في التلفزيون بنبقى يعني بنسبة 50 أو 60 أو 80% احنا في قالب المذيعة، لازم اخد بالي من حركاتي ومن لبسي ومن طريقتي، غير ان كل حاجة تقريبا بتبقى بشكل كبير قوي متجهزة، الضيف، المادة اللي هتكلم فيها. انا اخترت منزلت الراديو ان انا اتكلم مع الناس، فمبسوطة بيها جدا لان رد الفعل بتاع الناس حلو قوي، ولان هي قربتني فعلا من الناس، ودي حاجة انا بحمد ربنا عليها. يعني الثانية في نجوم اف ام. شايفة ان ممكن والله هو عاجب الإدارة عندي بالمنظر ده، وأنا شخصيا كمان شايفة أنه هو يعني البروجرام بتاعي اجتماعي سوشيال، فهو يعني ممكن يستمر كتير قوي. طورت في رمضان أن أنا عملت حاجة برا الإطار اللي الناس متعودة عليا فيه، عملت بروجرام اسمه وجدتها، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا مبسوطة جدا برد الفعل لأنه هو بسيط جدا، مجرد بيفكرنا بالاختراعات، مين اخترع إيه. ف يعني انا بحاول في كل مره ان انا بس احط بصمه انه بقدم حاجه للمستمع تكون بتفيده. احنا في زحمه الدنيا بننسى كل اللي احنا اتعلمناه يعني. ف طورت شويه في رمضان. شايفه ان الموسم رمضان السنه دي موسم الراديو، يعني احنا لاقيين ان كل المسلسلات دلوقتي بقت اغلبها على الراديو من كبار. هو والله انا دلوقتي بقيت شايفه انه التقديم في حد ذاته بقى شيء يعني كل الناس عايزه تذيع، كل الناس عايزه تذيع من كل المهن، فسواء بقى رمضان او مش رمضان. واضح ان الموضوع كويسه للي عنده الموهبه، بالعكس ده اكيد بيبقى مكسب. وحاجه وحشه للناس اللي هي ممكن تكون بتاخد فرص ناس، بس لو في ناس عندها التالنت طبعا ليه لا. يعني في الفتره الاخيره ظهر مسلسل سبع صنايع على اساس الانترنت، هل انت ممكن تعملي بروجرام في الانترنت؟ ممكن لو فكرة كويسة وهنشتغل عليها كويس. اه طبعا ممكن. ممكن في خطة للتلفزيون قريبة؟ يا رب يا رب ان شاء الله يا رب. يعني بتيجي حاجات وبتروح حاجات، بس يعني يا رب ان شاء الله يبقى في حاجة قريب بإذن الله. ميرسي ليكم، ميرسي، كل سنة وانتم طيبين. ميرسي. قبرت أقوى موقع فني.